السلام عليكم ورحمه الله. كنشكروا قناه هبازوم مباشر على المواكبه ديالو ديال الحدث هذا. اضراب وطني وهنا الهيئات النقابيه اللي متواجده في المدينه الشريفه اللي منها الخماسيه التابعه للخماسيه ومنها عده هيئات اللي حتى هي التحقت بهذا الاضراب الوطني في قطاع سيره الاجره. كاين بعض الهيئات اللي ما بغاتش تلتحق بهذا الاضراب اللي ما عرفناش علاش لاسباب اللي كيعلموها غير هما اللي قالوا حتى هما ما يحضروش في هذا الاضراب اللي كيمس. حنايا هنايا كنطالبوا ان الحكومه تدعم قطاع سيره الاجره وتدعم هذا السائق المهني. خصو يجي الدعم للسائق المهني بحال اللي كدعم عده شركات الدعم هاد السائقين. كيفاش الطريقه ديالو كاينه؟ كيفاش غدعمو؟ كاين هاد الناس هادو دزت عليهم تقريبا يوميا 60 درهم. الشيفور كيهضر 60 درهم. هادشي اللي كاين. اذا هنا حنايا في ساحه الجامعه العربيه كنطالبوا من السلطات انهم يدخلوا الجهه الوصيه انها تدخل. إذا كنطالبوا من الحكومة أنها تدخل وتدعم هذا القطاع. حتى هذا القطاع من حقه أنه يستافد بحال اللي كيستافدوا جميع القطاعات. ترونسبورات ما بغاوش يوقفوا معنا اليوم. علاش؟ لأنهم كيستافدوا وما عندهم الضرائب اللي كينقصوا لهم. الشركة الترامبية اللي هي ألزا حتى هي كتستافد كتعمر مازوت ب 7 دراهم والشيفور كيعمروا ب 12 دراهم. اللهم هذا منكر، هذا هو المنكر. إذا حنايا كنطالبوا الحكومة باش تدعم الشيفور ماشي باترونا. كندعموا السائق المهني تعطي له داك المقدار ديال الفرق ديالو وباش ما نزيدوش التسعيره على المواطن او لا غتصبح تسعيره زايده وغيصبح شي مشاكل اخرى. اذا كنطالبوا المسؤولين انهم يتدخلوا يفتحوا الحوار ويحاولوا يحلوا هذا المشكل. هذا هادشي اللي عندنا ما نقولوا. السلام عليكم ورحمه الله. فهذه جات بناء على القياده اللي صيفطت بان اضراب وطني، ولكن اللي دفع الاضراب هي وزاره الداخليه على حسب باش كتمرق في الشعب. هذا جهه وهذا جهه. علاش حنايا بلا اضراب حنا مضروبين؟ ملي السائق ما كيقدرش يوصل حتى 60 درهم وكاين 62000 سائق و400 طوموبيل دوبلي كتخلص فيهم جهه معينه، هادو كوارث العظمى. هذا هو الاضراب الحقيقي. اما باش تقول لي انا الاضراب علاش هذا خدام ولا ما خدامش، هادو تقريبا خدامين دوبلي والسلطه اللي كتحميهم والسلطه هي اللي دفعتني للاضراب، ماشي الرغبه ديالي. بان الانسان اللي كيكون مضرب الى نجح كيتخلص. انا من عند من غنتخلص؟ انا خليت ولادي بالجوع غادي نرجع نجبرهم بالجوع. نزاد عليا نهار الكرا، نزاد عليا نهار ديال الجوع. هذا هو الحاله العامه. زوال هي ماشي من الجهه ديالنا حنايا، هذه على المواطن بصفه عامه. ان احنا انا لا زادني غادي نقول نزيد في الثمن، راه الناس معايا. خصنا نتكلموا الشعب، الشعب راه وصل للقاع ما بقاش يقدر يركب معايا ولا مع غيري. مادام كاين الخطاف، كاين الناقل المزدوج مني بزاف. اذا انا المنافسه ماشي شريفه. كانت المنافسه شريفه غنقول مازوت غالي. انا لا سرقني واحد اخر غنسرق اخر. هيدا بغات الحكومه، بغات هذا الشيء. هذا واش هذا الشيء اللي كاين؟ هذا الشيء اللي بغات السلطه. انا نخرج نسرق الناس باش نخلص الباترون. انا ماشي كنديهم لولادي. عاد خاص الرساله اللي بغيت نوجهها لتمن بغيتي توجهها للصفعه نوجهها لاي مسؤول اللي كيقول مسؤول علينا. راه كنتشكاو به سيدي ربي. عارفين راه المشكل ديالنا ما كيديهاش فينا، ما كيحسش بان اش كنعانيو حنا. اي مسؤول يعني لاش تقول لي وزير الاول فوق وزير الاول تحت منه ما كيحسش بيا. كان كيحس بيا فعلا ما كانش يخليني نوقف. هذا هو الحاله اللي كاينه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا معكم محمد الريفي، سائق مهني سيارة أجرة من الصنف الثاني في مدينة طنجة. مشكور للقنوات الإعلامية الحرة الإلكترونية اللي من خلالها كننقلوا المعاناة ديالنا وكننقلوا المشاكل ديالنا للرأي العام المحلي والوطني. أولا القضية ديال الإضراب جات نظرا لارتفاع ديال المحروقات. حقيقة ارتفاع ديال المحروقات هي على المستوى العالم، ولكن حنا كسائقين مهنيين ضررنا بشكل كبير في هذه القضيه ديال ارتفاع المحروقات، ثم ايضا ضررنا من سنتين ديال الجائحه وغياب الدعم بالنسبه للسائق المهني في هذا القطاع، ثم ايضا هذا القطاع اللي هو قطاع عشوائي، قطاع مهمش غير مهيكل، فيه مشاكل كثيره.
وجات هذا الارتفاع ديال المحروقات حقيقة وأزمت الوضعية ديال السائق المهني. أصبح السائق المهني الآن هو معرض للتشرد. هناك عدة سائقين في الحقيقة أنهم اللي حكمت عليهم المحاكم بالإفراغ الآن نظرا لقلة الدخل، ارتفاع ديال الريسيتا، ارتفاع ديال المحروقات، والسائق المهني هو اللي ضايع، لأن أي كل سائق مهني كيشتغل من 6 الصباح لجوج د النهار زادت عليه 50 درهم رسمية في المحروقات. هاد 50 درهم هي اللي كان كيديها السائق المهني رجع كيعطيها للشركات ديال المحروقات. ثم ايضا الريسيتا بالنسبه للمشغل بقات هي لان المشغل ما تقاش في الدخل ديالو اليومي لانه محدد السقف ديال الريسيتا ديالو، يا اما تجيبها يا اما تنزل سويرتات الله يعاونك. دونك حنا كنناشدوا المسؤولين انهم ينظروا لهذا القطاع بعين الرحمه، قطاع اللي من هذا الحجم وكتشتغل فيه ما يفوق عن كذا 70 الف سائق مهني على المستوى الوطني وهو بهذا الشكل هذا، فكنقولوا انهم يراعوا هاد الفئة وهاد الشريحة اللي هي كبيرة في هاد المجتمع. كنشدوا المسؤولين، وحقيقة هو حديث طويل في هاد الموضوع ديال قطاع سيارات الأجرة. كنتمنى يكونوا هناك قنوات ديال الحوار، عندنا أفكار، عندنا اقتراحات كيمكننا نقدموها للناس المسؤولة ويأخذوا بها بعين الاعتبار من أجل الرقي بالقطاع ثم أيضا بالعاملين بالقطاع. وشكرا للقنوات مرة ثانية على الحضور ديالكم معنا، وتحية للإخوان السائقين المهني.